اتخلص من الكسور والاقواس اذا موجوده في السؤال، يعني اذا عندي قوس او كسر اتخلص من عنده. 2، خلي المتغيرات بجهه اليسار، يعني الارقام، سوري المتغيرات يعني الاحرف، والارقام بجهه اليمين. ومنتحول من جهه الى جهه غير اشاره اللي حولته، ودائما الرقم. زين، اجمع واطرح بين المتغيرات والارقام لحد ما تخلي المتغير وحده. يعني مثلا الجايني بالمتغير 3x اقسم واطرح عليه. تمام تمام. اذا ضربته وقسمت المتباينه بعدد سالب، يقلب رمز المتباينه من، لاحظ، من اكبر الى اصغر، ومن اكبر او يساوي الى اصغر او يساوي. كم شغله صارت عندنا؟ صارت عندنا 4 شغلات. اريدك تحفظ لهذه، يعني تقاطع، وهذه اليو يعني اتحاد. زين، اذا كان الاكبر او الاصغر او يساوي، بهن يساوي يعني بهن خط من تحت، دائما الدائره شو تكون؟ مغلقه، واذا ما بهن تكون مفتوحه. ناخذ سؤال ونشوف نطبق ذني اللي هسه حكيناهن. زين، اذا طبقت ذني اللي حكيتنا انت بالسؤال، شوف شو راح يكون عندك. بسيط، السؤال يجينا على المتباينة، حل كل من المتباينات المركبة جبريا ومثل مجموعة الحل على مستقيم الأعداد. هذا مستقيم الأعداد، هسه أنا ماكو مشكلة. وين المتباين اللي منطين إياها؟ منطين ناقص 3 أصغر أو يساوي 3x زائد 2 أصغر من 9. أول خطوة إيش قلنا؟ قلنا نتخلص منين؟ من الأقواس إذا موجودة، والكسور. عندنا أقواس وكسور؟ ما عدنا. لا عاد. ثاني خطوة شو تتخلص؟ تخلي المتغيرات، يعني هاي المتغيرات 3x بجهة، يعني بجهتها، وتنقل الأرقام اللي بجهتها. يعني مثلا إذا هاي زائد 2 ننقلها للطرف الثاني منا أنا، ومنا بعكس الإشارة. يلا شلون؟ شو تصير؟ 3x تنزل نفسيتها، زين، الإشارات تنزل نفسيتهن، نزلناها. زائد 2 من ننقلها للطرف الثاني تصير سالب 2، وانقلها للطرف الثاني تصير سالب 2 ايضا. فش تعطيني؟ يلا اجمع، سالب 3 سالب 2 يعطيني سالب 5، و9 ناقص 2 يعطيني 7. زين، هسه لي هنا انتهت الملاحظات اللي اخذناها؟ لا، ايش بقى؟ قال اذا ملازم المتغير رقم اتخلص من عنده. وقلنا شلون نتخلص من عنده؟ نقسم طرفي المعادلة كلها على الرقم الموجود بجانب المتغير. ايش قد بجانب المتغير اللي هو المتغير الاكس الحرف، يعني ايش قد بجانبه؟ 3. اذا نقسم سالب 5 على 3 و 3 اكس على 3 كلها على مود تخلص من عندها، تبقى بس الاكس اريد، و7 على 3 هاي تبقى نفسيتها لان ما بيها، وهاي تبقى نفسيتها، بقى 3 اكس على 3، 3 تروح الى 3 تبقى لي اكس. لاحظ طاني، شو طاني؟ ناقص 5 على 3 اصغر او يساوي لاكس، واصغر من 7 على 3. اذا مجموعة الحلول اللي طلعت لي هذه الكسور. عادي تطلع كسور؟ اي عادي تطلع كسور. اجيت ارد اخليهن، هاي اللي بها يساوي دائرتها تكون مغلقة، زين، بعد ما مثلتها على خط الأعداد. والسبعة على ثلاثة ما بها يساوي، دائرتها شو تكون؟ مفتوحة. أعتقد جدا صارت واضحة وسهلة. أوكي؟ يلا السؤال الثاني راح يلخص لنا الموضوع أكثر ويسهله لنا أكثر. يقول إكس زائد 6، لاحظ، أكبر أو يساوي 12، و إكس زائد 6 أصغر منين من 15. تمام، هذا المتغير شنو بجانبه؟ رقم. هذا رقم وحدة، أنقل هذا الرقم بجانب هذا. زين، ما له دخل، ومعناها رقم واحد، يعني معادلة هاي منها من بعد الو تبدي معادلة جديدة، خاف طلاب يدوخون، تبدي له معادلة جديدة ما له دخل بيها. أم الاتحاد والتقاطع. تمام؟ أجي الزائد 6 أنقلها يم بجانب 12 بس بعكس الإشارة.
شو يصير؟ يصير اكس اكبر او يساوي ال 12 ناقص 6. و الو ايش قلنا؟ ايش قلنا عليها هنا؟ و يعني تقاطع، تمام؟ اكس انقل زائد 6 بالطرف الثاني مال ال 15 شو يصير لي؟ سالب 6. اكس اصغر من 15 سالب 6. يلا هسه اطرح منعتن عادي. اكس شو يساوي لي هنا؟ اكبر او يساوي 6 لان 12 ناقص 6 يساوي لي 6. تقاطع اكس اصغر منين؟ من 9. ليش؟ لان 15 ناقص 6 ايش يساوي لي؟ يساوي لي 9. طلابنا لي هنا ايش طلع لي الحلول؟ طلع لي السوليوشنز، طلعت لي الاس اذا بيها و تحط شني؟ اس واحد تقاطع اس اثنين يساوي لي اكس ايش بيها؟ اكبر او يساوي الحل الاول ايش قد طلع لي؟ اكبر او يساوي ايش قد؟ 6. تقاطع اكس اصغر منين؟ من 9. اذا مجموعه الحلول اللي طلعت لي اكس ايش بيها؟ 6 هنا 6 اصغر او يساوي لي اكس واصغر من 9. وضحت لو ما وضحت؟ اعتقد جدا واضحه، هي مجرد بس التقاطع اللي اضافه عن هاي المعادله، والتقاطع هو الو اذا لقينا بالمعادله، يعني هو اعتبرهن معادلتين كل وحده اشتغل عليها على حده، تمام؟ يعني عندك الاكس زائد 6 اكبر او يساوي ال 12، هذه معادله ما دخل بيها، ما تدخل بيها، زين اشتغل وحدها وانزل بس مجرد موجوده كلمه و معناها تقاطع، تمام؟ بالاخير السوليوشن الواحد وسوليوشن رقم 2 ايش فيهم ذن يكونين؟ كل واحد ينحط بقوس وحده، يعني الناتج مال هاي وحدها والناتج مال هاي وحدها. وضحت؟ وضحت. نفس الحاله بيها يساوي مغلقه، ما بيها يساوي مفتوحه، تمام؟ تمام. عندنا سؤال رقم 3، اخذنا سؤالين تقدر تراجعهن على كيفك تركز بيهن. عندي واي ناقص 3 اصغر او يساوي لي ناقص 1. شوف طلابنا هسه هاي او قلنا عليها معناها شنو؟ مساع و معناها تقاطع، او معناها اتحاد، زين. او واي زائد 3 ايش بيها؟ اكبر من 6، تمام؟ تمام. نجي الحال انقل الارقام بجهه والمتغيرات بجهه، تبقى واي يعني واحد، الناقص 3 انقلها بصف الناقص 1. واي شو يساوي لي؟ اصغر او يساوي لي ناقص 1 زائد 3. خاف يجينا واحد يقول ليش استاذ تقول ناقص 1؟ قول سالب 1. يلا سالب 1، زين. او واي اصغر انقل زائد 3 للطرف الثاني شو تصير؟ سالب 3، تمام؟ 6 ناقص 3. اجي هسه عمليه جمع وطرح بسيطه. اشاره الكبير يعني هنا عندي ناقص 1 زائد 3 اشاره الكبير، واطرح 3 ناقص 1 يبقى له 2، هاي 1. اتحاد واي اصغر منين؟ من 6 ناقص 3 اعطاني 3. هسه مجموعه الحلول اللي اعطاني اياها، شوف اذا مساع عندنا الو حطينا تقاطع اس واحد تقاطع اس اثنين يعني سوليوشن، تمام. اما هنا او معناها اتحاد، هاي العلامه قلت لك احفظها، اس واحد اتحاد اس اثنين يساوي ايش قد؟ افتح قوس الاس واحد ايش قد طلع لي؟ طلع لي هذا، شوفه انزله نفسيته، واي اصغر او يساوي اثنين اتحاد واي اصغر اكبر من 3، تمام؟ تمام. وحده مفتوحه لان هاي شوفها الثلاثه بدون يساوي خليها مفتوحه، وهاي بها يساوي اخليها مغلقه. وضحت لو ما وضحت؟ ناخذ المساله رقم 4، وهاي المساله جدا مهمه بها كسر، قلنا نتخلص من الكسر، شلون نتخلص من عنده؟ عندي 2 في زائد 1 على 3، تمام؟ أكبر من 5 على 3، ف
تمام، أو ومعناها اتحاد. تمام، 2 في زائد 1 على 3 أصغر منين؟ من 1 على 3. هسه شلون نتخلص من عتها؟ الحل شو أسوي؟ أضرب المتباينة كلها بثلاثة، يعني برقم ثلاثة، على مود أتخلص من المقام. شلون السار؟ يعني هاي شوفها، تحطها بين قوسين هيك، تضربها في ثلاثة نفس ما موجودة عندك هاي. زين، بعد الأو أيضا المعادلة هاي اللي نعتبرها معادلة ثانية، تضربها في ثلاثة، وضحت متباينة هاي الثانية وهاي المتباينة، وضحت. هسه بعد ما ضربتها هذا القوس كله ضربته، ايش راح يطلع لك؟ هذا ايش قد؟ هذا ايش قد مقامه؟ هاي الثلاثة مقامها واحد، يعني تروح هاي الثلاثة وهاي الثلاثة، والثلاثة هاي ايضا تروح هاي الثلاثة هاي. وضحت لما وضحت؟ بعد الضرب هذا مقامه واحد، يعني من عندك عملية ضرب اكو اختصار، اختصار هاي الثلاثة وهاي الثلاثة، وايضا هاي الثلاثة باعتبار مضروبة القوس كله هاي بعد الاشارات كلها، تمام؟ ايضا راحت. نفس العملية هاي، راحت الثلاثة ويا الثلاثة، خاف يعطيك اثنين نفس الحالة، يعطيك مثلا مقامها اربعة نفس الحالة، مقامها خمسة نفس الحالة، اوكي؟ اوكي، هسه ايش بقالي؟ بقال 2 في زائد 1، تمام؟ هنا ايش عندي؟ أكبر من خمسة، اتحاد، لأن و أو يعني اتحاد، 2 في زائد 1 أصغر منين؟ من 1. هسه شو أسوي؟ استاذ اول عمليه ننقل الزائد واحد للطرف الثاني، زين كل المتباينات ننقلها للطرف الثاني بعكس الاشاره، يعني شو يعطيني؟ يعطيني 2 في اكبر من 5 ناقص 1، ها ناقص 1 من نقلت هذا الزائد واحد صار ناقص 1، تمام. اتحاد 2 في اصغر من 1 اساسا هو موجود ناقص واحد، ايش راح ينطيك؟ استاذ ينطيني 2 في 5 ناقص واحد يعطيني 4، تمام. وهذه الاتحاد 2 في اصغر من 1 ناقص واحد يعطيني 0. وضحت؟ وضحت. هسه ايش عندي؟ استاذ عندي ملازم ويا المتغير عندي 2، هنا 2 وهنا 2، استاذ انت قلت اضرب اقسم علي. إذا عندي هنا أقسم علي، تمام؟ تمام. 2 في إيش عندي أنا بجانب المتغير؟ رقم 2، إذا أقسم على 2 كلتا يعني المتباينة، هاي المتباينة كلها إيش فيها؟ أقسم عليها، إيش راح ينطيني؟ ينطيني 2 في على 2، إيش فيها؟ أكبر من 4 على 2، اتحاد 2 في على 2، قلت لك كلها تقسم عليها، يعني ممكن تتخلص منين؟ خلص من الاثنين اللي بجانب المتغير اللي بجانب الفي، اوكي؟ صفر على اثنين، شو ينطيك؟ اثنين في ويا الاثنين، راحت الاثنين ويا الاثنين، بقت بس الفي، تمام. اكبر اربعة على اثنين بيها اثنين، تمام. اتحاد اثنين في على اثنين، بقت بس الفي، لان راحت الاثنين ويا الاثنين. صفر على اثنين هو يبقى الصفر نفسيته. اذا اس واحد اتحاد اس اثنين يساوي لي في الاولى شقد؟ اكبر من اثنين. اتحاد في الثانية شقد ساوت لي؟ اصغر منين؟ من الصفر، تمام؟ تمام. اجي امثلهن، اثنيناتهن ما بيهن يساوي، اثنيناتهن الدوائر مالتهن مفتوحة. وضحت اعتقد؟ وضحت. مثلتهن هذا صفر وهذا اثنين، ليش الساد هنا مكتوبات بالعكس؟ لان اثنينات اشارتهن يعني رايحات الجانب الموجب، اوكي؟ يلا طلابنا الاعزاء، وصلنا وياكم الى متباينات القيمة المطلقة، يعني النوع الثاني من المتباينة. شن هو؟ القيمة المطلقة. اذا تلاحظوا بذيك المتباينات، طبعا الطلاب دائما يضوج من عد المتباينات او يتردد ما يحلها، بس هي بسيطة لا بعد الحدود، يعني اللي اخذناها قبل شوية كانت شني؟ تخلص من الاقواس، عندي رقم انقله للطرف الثاني بعكس الاشارة واقسم واطرحه واطلع الناتج، هاي هي. زين،
عندي و معناها تقاطع، أو معناها اتحاد، يساوي أخلي الدائرة مغلقة، ما بيها يساوي أخليها مفتوحة. يعني شفتوا بسيطة المتباينة. عندي هنا المتباينة القيمة المطلقة أكثر بساطة. تعالوا يا شلون، عندي حالتين. الحالة الأولى إذا كانت علامة المتباينة هي علامة أصغر، يعني علامة المتباينة في القيمة المطلقة علامة أصغر، أو نسميها قالبة خلقتها على اليمين على المطلق، شو أسوي هنا أنا؟ شو أسوي؟ احفظ لي هذا القانون. مثلا الطاق هذه شو نسوي؟ الحل شلون يكون؟ يكون الحل بهاي الطريقة. الرقم اللي هنا يعني متغير يصير بالنص، وش بجانبه؟ بجانبه علامة أصغر أو يساوي أو أصغر، ماكو مشكلة. شوفها بكل الحالتين زائد العدد، العدد هو العلامة. أنقله للطرف الثاني بعكس الإشارة، شوفها شلون صار بعكس الإشارة، صار العدد ناقص أو صار موجب، ماكو مشكلة. شلون يجيني؟ خلي يجيني، بس أنقله بعكس الإشارة زين، والعلامة أيضا أنقلها وياه. كل الحالتين سواء أصغر أو أصغر أو يساوي، ساد هيش ما نعرفها إلا تحل لنا مثال. تعالوا ياي خلينا نحل لك مثال. يقول حل متباينات القيمة المطلقة. أنت شلون تعرفها؟ تعرفها أما بها هذه العلامتين محصورة، تمام؟ أو يقول لك حل القيمة المطلقة ومثل مجموعة الحل على مستقيم الأعداد. أجي عندي مطلق اكس زائد 6 شبيهة اصغر منين؟ من 3. الحل ايش قلت لك هنا؟ قلت الاستاذ نزل الاكس زائد 6، نزلتها، والاصغر من 3 نزلها، ننقل الاصغر علامة الاصغر والثلاثة، لكن الثلاثة بعكس الاشارة. يعني شلون تصير؟ تصير عندي انقلها للطرف الثاني ناقص 3 اصغر، شفت؟ هذا الجديد بيها، بس هذه بس. يلا بعد شو تسوي؟ نرجع نفس حلنا المتباينه القديمه. هسه شو اسوي؟ بجانب المتغير ايش عندي؟ زائد 6، انقلها للطرف ايه المعادله، لان اريد بس المتغير. ايش تبقى لي؟ تبقى لي بس الاكس. ال 6 نقلتها هنا صارت سالب 6، هي موجب كانت صارت سالب، هنا أنا ايضا سالب. اجي اجمع واطرح طرح اعتيادي، ماكو مشكلة. سالب 3 سالب 6 سالب 9، تمام. اصغر منين؟ من اكس. اصغر منين؟ من 3 ناقص 6، اشارة الكبير، واطرح يا هي اشارة الكبير، اشارة الستة اللي هي سالب خليتها. 3 ناقص 6 تعطيني 3. اذا مجموعة الحلول اللي طلعت عندي هي ناقص 9، امثلها اصغر من اكس اصغر من 3، اوكي، واكس اصغر من 3. اثنينات المفتوحات، السبب ليش مفتوحات؟ لان اصغر وليس بهم يساوي. وضحت لو ما وضحت؟ اعتقد جدا واضحه. زين مثال ثاني ماكو مشكله. يقول مطلق 5 واي ناقص 2، مطلق 5 واي ناقص 2 اصغر او يساوي. ما زال عندي علامه الاصغر موجوده عندي، استعمل هذا القانون وهو تعال يا اجيت ارد استعمل هذا القانون. اقدر هسه بهاي الحاله استعمله؟ لا ما اقدر. ليش؟ اتخلص منين؟ من الرقم اللي بجانب المطلق. ايش قد الرقم اللي بجانبه؟ ناقص 2، انقله للطرف الثاني، شي يصير موجب 2، يعني 5 مطلق 5 واي اصغر او يساوي 8 زائد 2، ومطلق 5 واي ايش قد راح يعطيني؟ ينطيني اصغر او يساوي لي 10. هسه لي هنا صارت عندي معادله حلوه، اجي اطبق عليها القانون هذا اللي قلنا عليه، انقل الرقم للطرف الثاني. هنا انا ما قدرت انقل. ليش ما قدرت انقل؟ يعني تصير عندك صعبة انه تنقل، وبعدين هم تنقل الاثنين، وبعدين الخمسة تنقلها، يعني بس من البداية تخلصنا من عنده وطلعنا الناتج انه يبقى لي ايش قد؟ 10، تمام. هسه شو اسوي؟ تنقل هذا الرقم، تخلي الخمسة واي هنا
والأصغر أو يساوي 10 نفسيتها تنزلها تنقل الأصغر أو يساوي 10 للطرف الثاني، لكن الشارع عكس، هو موجب صارت شقد سالب 10. تمام، هسه ايش عندك؟ ايش عندي؟ عندك هنا شني 5 واي، اريد اتخلص، اريد بس الواي هنا، انا مو حصلت بس الاكس. تمام، هنا انا اريد ايضا بس الواي، اريد بس المتغير. شو اسوي بيها انا 5 واي؟ شلون لعد؟ ها نقسم المعادله كلها، هذا قسمها على اليمين على الرقم اللي بجانب المتغير. انا قايل لك هاي منها لما نكمل رياضيات، كل ما توصل مرحله هيجي قسم على الرقم اللي بجانب المتغير. هاي احدى اسرار يعني الحل بالرياضيات. تمام، حتى لو يكون عندك مليون قسم عليه، الف قسم عليه ماكو مشكله. ناقص 10 على 5 و5 واي على 5 و10 على طبعا هنا على شقد؟ على 5. تمام، هاي بيها خطا مطبعي. ناقص 10 على 5، 10 على 5 بيها 2 الناقص تنزل. زين، اصغر او يساوي لي 5 على 5 واي على 5، الخمسه راح تصير 5، هاي الغايه من التقسيم. ايش قد بقى لي؟ 2. 10 على 5 قلت لك هنا انا في خطا مطبعي هي 5، 10 على 5 بيها ايضا 2، اذا مجموعه الحلول اللي طلعت عندي ناقص 2 واصغر او يساوي، لاحظ واي اصغر او يساوي 2، اثنيناتهن اصغر او يساوي، اذا شو اسوي لها هذه؟ مغلقات. وضحت هذه الحاله الاولى لو ما وضحت؟ طبعا وصلنا وياكم للحاله الثانيه. شنو الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه اذا كانت عند العلامه اكبر، انقل المعادله كلها بالطرف الثاني بس قبلها احط علامه او. مساء بالاصغار اذا لاحظتوا فقط الرقم انقله هو والاشاره، بس الرقم اشارته بالعكس، يعني مثلا موجب تصير سالب، سالب تصير موجب. تمام، اما هنا اذا كانت العلامه عندي اكبر، هاي الاكبر يعني حليها على المطلق، شو اسوي؟ احفظ هذا القانون. شلون؟ ينطيني اكس مثلا اذا هو اكبر او يساوي زائد العدد، هذا منطيني اياها، اكتب بس كلمة او وانقل هاي كلها، الاكس والاصغر او يساوي او الاصغر نفسيتها، شوفها اريد اخذ كلمة اثنيناتهن والعدد انقله للطرف الثاني، لكن العدد هنا ايش راح يكون؟ ايضا عكس اشارته. تمام طلاب؟ لو تمام بالله قف عليها فوعلها زين. عندك مطلق علامته اكبر، شو تسوي؟ انقله للطرف الثاني لكن الرقم عكس الاشاره. مساء من كانت اصغر، العلامه كانت اصغر، ننقل فقط الرقم، الرقم يعني العدد بعد والاشاره الما للطرف الثاني لكن عكس الاشاره. هسه لا، حتى الاكس او الواي يعني المتغير وياها تنقله للطرف الثاني، بس قبلها تخلي كلمه او. وش قلنا عليها او؟ معناها اتحاد. تمام، ناخذ عليها، لو ما ناخذ عليها امثله ونحلها. مطلق اكس زائد 4 اكبر من 2. تمام، هسه ايش عند الاشاره؟ الاشاره اكبر، شو اسوي؟ استاذ انت قلت اذا عندي هاي كلها انقلها هذه للطرف الثاني، لكن الاثنين انقلها بعكس الاشاره. بس اللي بعد الإشارة الأكبر أو الأكبر أو اللي يساوي، هاي أسويها عكس الإشارة. تمام، يعني شو يصير عندك؟ يصير عندي أكس زائد 4 أكبر من 2، بعد الأو أيضا أنقل أكس زائد 4 أكبر من سالب 2، بس هاي هي، هاي هي. هسه تجي عملية المتباينة نفسيتها تسويها تركبها. عندك صار، عندي صار أستاذ هنا أنا يعني باعتبار معادلة اشتغل عليها واحد وهاي معادلة اشتغل عليها واحد، شو تسوي هسه؟ استاذ ننقل الاعداد للطرف الاخر بعكس الاشارة، تصير اكس اكبر من 2، الاربعة نقلتها للطرف الثاني، شو تصير عندي؟ سالب 4، او اكس
فيها؟ لاحظ لهنا أنا. لاحظ اكس صارت اصغر منين؟ من سالب 2 سالب 4. نقلت الموجب 4 للطرف الثاني. شوف الاشاره مال هي كانت هنا، نشوف اكبر من نقلتها للطرف الثاني صارت اصغر. وضحت وضحت. اكس شبيهه هنا أنا. اكبر 2 ناقص 4 تبقى لي سالب 2، او اكس اصغر منين؟ من سالب 6. اذا مجموعه الحلول اللي طلعت عندي اكس اكبر من سالب 2 اتحاد، لان عندي او بيناتهن. اكس شبيهة اكبر اصغر من سالب 6. عند المتباينة المثلثية، طبعا هنا سالفة المتباينة المثلثية جدا بسيطة، بس ركز عليها. مجموع ضلعين لازم كل ضلعين اجمعهم ينطني شني؟ اكبر من الضلع الثالث. اذا تحقق هذا الشرط يشكل مثلث، اقول عليه صحيحه. واذا ما تحقق، يعني مثلا الضلع الاول 2 و3 يساوي لي مثلا 2 و3 يساوي لي، يعني يكون ينطني شبيهن ضلع اكبر منين؟ من الضلع الثالث مثلا 5. هسه هنا شبيهن متساويات اصغر، ما يصير. تمام تمام. مثلا 2 و2 لا يساوي، يعني الضلع الثالث هو شقد؟ 5. هنا نقول عليها خطا. اوكي نشوف بالحل هل يمكن للقطع المستقيمه ان تشكل مثلثا لكل ما ياتي قبل لا نبدي. وعادي يعطيني فقط ضلعين والثالث مجهول، اذا الثالث شو ارمز له؟ ارمز له باكس. اوكي منطين هنا أنا هل يمكن للقطع المستقيمة أن تشكل مثلثا لكل مما يأتي؟ 2 سنتيمتر، 10 سنتيمتر، 13 سنتيمتر. أول بداية أخذ هذا وي هذا أكبر من هذا لو لا، أشوفه شي ينطني 2 زائد 10، يعني شبيهن ليس أكبر منين؟ من 13. إذن هذا شبيه هذا؟ خطأ، لان 12 مو اكبر من 13. قلت لك مجموع ضلعين يكون يطني اكبر من الضلع الباقي الثالث. زين بعد شاخذ اخذت هذا وهذا، اخذ بعد الدنة العشرة وال 13 اشوفهم اكبر من الاثنين. 10 زائد 13 اكبر من 2، اذا استنتج 23 اكبر من 2 صحيحة. اكتب عليها خاف يعطيك اياها. زين بعد مو هو مثلث، اخذت مرة هذا وهذا، تمام هاي واحد، واخذ هذا وهذا، بعد شاخذ اخذ ال 13 بعد ياهل ما اخذته والاثنين. اوكي ذن ما نجمع سوى هذا جمعته وي هذا، وهذا جمعته وي هذا، بقى هذا ما جمعته وي هذا. تمام 2 زائد 13 ايش فيها؟ اكبر من منين بقى الضلع الثالث؟ يا هو العشرة. استنتج 15 اكبر من العشرة، اذا صحيحة. لا يمكن ان يشكل شبيها مثلثا. هو قايل له هل يمكن؟ ليش لا يمكن؟ لان عند ضلع واحد من عندهن، يعني 2 جمعتهن ما تطني اكبر من ضلع واحد، فلذلك ما اقدر ارسم من عده مثلث. السؤال الثاني نفس الحاله، 5 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، 9 سنتيمتر. طلاب لاحظ شلون بسيطه. 5 اول ما اخذ 5 وال4 اشوفهن، 5 زائد 4 ليس شبيهن اكبر من 9، لان 9 ليس اكبر من 9، اذا خطا. هنا انا بالبدايه اول ما شفته راسا اكتب علي بالي بعقلي انه ما يمثل مثلث او لا يمكن رسم مثلث. زين بعد شاخذ الاربعه والتسعه، مو قلنا كل اثنين سوا؟ 4 زائد 9 اكبر منين؟ من 5، لان 13 اكبر من 5 صحيحه. بعد يا هل ما اخذته الخمسه والتسعه، 5 زائد 9 اكبر منين؟ من الضلع اللي بقى اللي هو 4. 14 اكبر منين؟ من 9، اذا صحيحه. بس بنفس الوقت لا يمكن رسم مثلث لان فقد عندي واحد. زين ينطينا هاي المساله شويه بها لوفه، باعتبار منطين بها جذر 1 سنتيمتر، 2 سنتيمتر، جذر 3 سنتيمتر. يقول لي 1 زائد 2 اكبر من جذر 3، ف
فعلا اكبر من جذر تلافع، لان تلافع اكبر من جذر تلافع. صحيح. زين بعد شاخذ اخذها اثنين والثلاثة، اشوف ان مو فقط من اول وحدة احكم عليها، اثنين زائد جذر ثلاثة اكبر من واحد ايضا فعلا. زين بعد ايش بقى عندي؟ الجذر ثلاثة والواحد، وقلنا مثلثية لازم كلها نجمعهن سوا. واحد زائد جذر ثلاثة اكبر من اثنين، يمكن رسم مثلثين كلهم صحيحات. تمام، عندي هاي المسألة اللي قلت لك عليها، عادي يطيق ضلعين والثالث مجهول. ايش قال لهنا أنا؟ السؤال وهذا جايني بالمرشحات مالاتهم اللي هم نزلوهن بالوزارة التربية مال التلفزيون التربوي. قال لي اكتب المتباينة المركبة التي تبين طول الضلع الثالث اذا كان طولا ضلعين المثلث، اذا منطيني بس اثنين 10 سنتيمتر و8 سنتيمتر. الثالث ايش قد قلت لك الطلعة؟ يعني الضلع الثالث ايش قد؟ نفرض طول الضلع الثالث اكس، مو قلت لك دائما نرمز له بشني؟ باكس. ايش صار عندي؟ 10 و8 واكس. هسه اجي 10 زائد 8 اكبر منين؟ من اكس. زين ايش قد يعطيني؟ 18 اكبر من اكس. ارسمها هيك رسم، ما اقدر اقيم هسه. زين بعد 8 بعد اخذ ياهو ياهو 8 واكس، مو ذنهن ذن الضلع لو لا؟ هاي 8 واكس، بالبدايه اخذت 10 زائد 8 اكبر من اكس، جمعتهم طلع لي 18 اكبر من اكس. بعد ياهو ياهو 8 زائد اكس اكبر من يا ضلع من العشرة. تمام كتبتهم 8 ايش اقول عليها؟ انقلها للطرف الثاني يا هي ال 8، هاي صارت عندي متباينه عاديه احلها. ها يعني نرجع استاذ للحل القديم؟ اي ارجع. ايش بقى عندي؟ اكس اكبر من من 10 ناقص 8، واستنتج انه اكس ايش قد يساوي لي؟ يساوي لي ايش قد؟ 2. تمام. عندي بعد يا هي ويا هي عدل، هذه ما اخذتها ال 10 والاكس ما اخذتها، 10 زائد اكس اكبر منين؟ من 8، واستنتج ايضا انقل للطرف الثاني، استنتج انه اكس اكبر من 8 ناقص 2 ناقص 10، اذا اكس يساوي لي ايش قد؟ ناقص 2. تهمل. ليش تهمل؟ لان سالب. اذا اللي طلعن عندي ايش اقول عليهن؟ اكس ايش قد؟ ايش بيها؟ اصغر منين؟ من ال 18، واكس اكبر منين؟ من ال 2. هو هنا راد من عندي بس هذا الحل اللي هنا. تمام طلابنا؟ ذني كذا منطيني انا ثلاثية اشوفهن واكتب عليها صحيحة او خطأ. اعتقد جدا صارت بسيطة بالنسبة للمتباينات. المتباينة الاولى اللي اخذناها اللي قلنا عليها بها اتحاد، الثانية اللي ام المطلق ايضا وضحناها وشلون ننقل للطرف الثاني بعكس اشارة الاكبر، اذا كان عندي اكبر انقل للطرف الثاني بعكسه يصير اصغر. وبالاضافة الى ذلك عند المثلثية نجمعهن كل اثنين سوا.